للأسف 65% من سكان دولة الكويت ما يمارسون أي نشاط بدني، ومعظمهم من النساء، وهذا ما يسمى بالخمول البدني، وهذا الخمول البدني يعتبر السبب الرابع الذي يؤدي إلى الوفاة. وفي الوقت الحالي يصنف الخمول بأنه أخطر من التدخين، لأن الخمول البدني يؤدي إلى ضعف العضلات ومشاكل العمود الفقري وهشاشة العظام، السرطان والسمنة والسكري، وأخيرا أمراض القلب. لعلاج هذه المشكلة كل ما علينا أن نتحرك أكثر ونمارس رياضة أكثر. علشان نستمر بممارسة الرياضة نختار أي نشاط رياضي إحنا نحبه علشان نضمن الاستمرارية وللحصول على فوائد الصحية وأيضا للوقاية من الأمراض المزمنة. كل ما مارسنا الرياضة بشكل أكثر استفدنا أكثر. إذا كنت تحتاج مساعدة لتصميم برنامج رياضي استشر اختصاصي رياضي.